احترموا رونالدو وميسي حتى لو هما بعكاكيز وحاطين رجل على رجل. بس انت من امس وانت قاعد توجه رسائل قويه صراحه. لا اصلا انا للجميع. انا ما احبش الاسماء الكبيره دي النقد كده عمال على بطال. دول لهم تاريخ كبير. حتى لو ماشي لو يتمشى وجودهم فقط لا غير يرهب المنافسين. يا راجل ده في منتخب غانا، مباراه غانا رونالدو يتحرك شمال ياخد معاه 3 4. ميسي في مباراه المكسيك ينزل في نص الملعب ياخد 3 4 معاه. الكوره بس مش هو معاه الكوره، المساحات والامكانيات، وبيفتح لزمايله مساحات وتمريرات ويجي لك في لحظه يقلب النتيجه. فاستمتعوا يا رونالدو انت وميسي، عاوزين تمتعونا وان شاء الله توصلوا لادوار نهائي. والمناظر الممتعه للوسيل استاد النهائي 18 ديسمبر، ممكن احد المرشحين للمنتخب البرتغالي اللي على الورق عنده افضل سكواد، على الورق افضل سكواد في كاس العالم على الورق، بس محتاج مدرب، محتاج مدرب. يقال بان المدرب لا يرتقي لمستوى أو أو, او 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 حتى مستوى اللاعبين الموجودين داخل. انا يعني هو خد اليورو عام 2016، عنده مواهب كبيره مش عارف يتعامل معها، مش عارف يطلع افضل ما لديه، انما هو اسم كبير ويخلد في تاريخ المنتخب البرتغالي، فربما ممكن تبقى دي الفرصه الاخيره بالنسبه له لانه عنده سكواد يا عبد العزيز.